القدرة على تجاوز كل الصعوبات والمطبات اللي حتواجهها في البزنس، لأن البزنس بصفة عامة صعب وديما فيه تحديات. الاستفادة من كل الفرص اللي ممكن تواجه رائد ورائدة الأعمال، بالإضافة لاستخدام العلاقات والنتورك اللي عندهم باش إنهم يقدروا يوصلوا في أكبر شريحة ممكنة من الزبائن. لما الشخص أموره المالية تكون متنظمة في أي بزنس، سهل عليه إنه ينجح ويقدر يكبر ويتوسع. لو كان واحد عنده أحسن منتج في العالم معرفش يسوق له صح، فمستحيل ينجح. فلازم كل الشركات إن هي تأخذ تسويق في واحدة من ضمن أهم أولوياتها، بالإضافة لفريق العمل اللي هو أنا قلت آخر حاجة لكن هو أهم حاجة. فريق العمل هو اللي بينجح أي بزنس، ففريق العمل لازم يكون فريق عمل قوي مليح هو اللي ينجح البزنس.